راح ناكل تاكوز بها جراد جرادة يعني. نو وات بلي اذا تغمض عينك وتاكل كانه تاكل لحم بس مقسم. ما تمي الشيف احسن واحد بالهيوستن اللي تجربه بس روح لحديقه وجيب لك كم جراده وخلي اشوفكم شنو لابسه قبل ما ندخل للمطعم. طبعا هذا اشتريته من ذا كريبت، راح احط لكم الويب سايت. اصور هم موجودين بلبنان، فبالدول العربيه اصور توصلكم الاشياء اسرع، بس انا بنفس الوقت توصلني الاشياء خلال 3 أيام 4 من اوصل من عندهم. وكم بصراحه من امريكا هم يوصلون من ذا كريبت، ما اعرفكم معلومات عنه، بس راح احط لكم الويب سايت اللي يحب يشتري من عنده هدوم. هاك هاي تنوره، وهذا السويتر، وهذا الحذاء. Hello guys, welcome back to my channel. طبعا اليوم ما اخذتكم وياي انا وعلي، راح نجرب تاكوز بيها حشرات، بيها كريكتس، يعني تاكوز صايره ويحطون بيها جراده. ما ادري الجراده راح تكون كبيره، راح تكون صغيره، راح يكون مولتيبل وانز، فما اعرف. نو بس راح نجرب. هسه راح ندخل هذا المطعم. اوكي المطعم هذا اسمه I like the mariachi. Guys. Thank you. يا يحطونه بمكان hopefully ما بيكون معالم. سمعونا؟ I hope انه تقدرون تسمعونا واضح، لان اكو مرياتشي ودي عزفون. طبعا هاي المطعم لان مكسيكي فلازم اكيد اكو مكسيكان ميوزك. انا متحمسه، طلبنا كل واحد 2 تاكوز. جايز طبعا وصلنا اول شيء وعليه حشرات. او ماي جاد، خليني اشوفكم. What? Guys, the chiffon. هاي هي الحشرات. What? علي, how are you feeling? I don't know. Okay. باعوا هاي الحشرات بعد. لا مستحيل. كل واحد 2 طبعا. أخذنا 4. Oh my God. Yeah, let's do it. Guys, باعوا هذا صرصر. مو صرصر. تعرف شنو هذا صرصر؟ جرادة. هاي جرادة. Cheers. Okay. Enjoy. نضرب الكيس. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 صراحة التاكوز ما أعرف شو كده أجربهم، بس أول شي بلشنا بالسهل. علي ذاكنا مدى يقبل يأكل. جرب بس بكل. زي تحسين بالرجل؟ كنت بتحس. عوانت بالرجل. السوة تعني ما تحس بالطعم. طب الرجل عصب سنوني. أنا بصراحة حبيت الوضع. زحلية. علي ورانا تاكوز. هسه قام يضيف سحلية. يلا ثانية مرة واحدة. طيب والله طيب. هاي اللقمة الثانية والله حاطة واحد هنا. ما تحس بالطعم. بس شيء محروق صراحة. تشوفون جايز كليتها صراصة. هاي مالتي، هاي
تكون شوية صعبة لأن أكو أكثر من الصلصال موجود من الوضع. يلا علي راح دمشي باعوا جايز صارت هيجي علي يلا لا لا اثنيناتنا نفس الوقت اثنيناتنا نفس الوقت ما يلا واحد اثنين ثلاثة cheers واحد اثنين ثلاثة just me, it has to taste like the Hogan. Yes. ما راح اكذب جدياتهم وما راح اكذب بس التكستشر مالتها طيب والله ما دا اكذب الطعم عبالك حاطه شيبس مقسم او لحم مثل ما قالوا لك لحم مقسم لا تحس بيها كانه حشره ميته حس بيها كانه لحم بحاول اقنع حالي تشوفون علي مش بيه يعني صراحة ما طيب هو طيب بس شيء غريب خروف ولا بقرة لا يعني طعم غريب يعني ما لايق هذا الطعم أنا قبل بس أوصو في نفس الوقت طيب مو فشي ما طيب يلا بالثانيه لا تاكل اويستر طبعا هذا الصح هذا حجي راح ناكل اويسترز ها قوقعه بحريه كل يلا تاكا الثانية لا دخلها بعيني بدي يزينها علي هاي كلها حشرات لما رحت للمكسيك كانوا يشيلوهم من الصلصولة ويتمشون بالشارع يعني يبيعون عبال كرزات صدق؟ أنا ما شفتهم أبد عبال كرزات أنت ما رحتي داونتاون لا ما رحت يلا cheers again تبقى عينك بارك تجربها؟ دا تفكر بيها شنو الفرق؟ جديات شنو الفرق حالها حال أي حيوان؟ من أول ما قال لي علي قلت له أوكي يلا نسويها مع الرجل مع الرجل تكرا مادة؟ نعم هذا مش شيء غريب وقع نوعين ثانية وقعين الكبار هاي بيها بروتين وطبيعية شلون؟ أتوقع في بروتين. قاعد أصبطهم. هاي بس. أنا عجبني. بس مالي. أتوقع ال. لو هم يضيفون بهارات عليها حتى ما تحس. ما تقول جرب بي بهارات. جايز هذا اسم المطعم. باللغة الأستك هي قديمة كلش لغة هي الأصلية إيه أستك حضارة الأستك باو هذا قصي $40 بس ناقص صار على عدد ليزكم شنو مو غالي هذول يركون وراهم يصيدوهم قابل هيجي خلصنا أكل شبعت آني بصراحة علي بعد ما شبعان يريد يأكل كباب That's it guys شوفناكم المغامرة والتجربة اللي جربناها وطبعا هاي ما رح يكون أول شيء غريب أجربه لأن كلش عاجبني أجرب كوما أشياء ثانية
لان اني بصراحه ما انقرف من هيك اشياء. اذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون تسوون لايك، واللي بعده ما سووا سبسكرايب سووا سبسكرايب جوا. واني احبكم كلش هوايه واشوفكم على المره الجايه. باي. It's a vlog, bro.